يلبسوا الأنفاس. طبول الحرب تدق في المنطقة. إسرائيل تواصل تعنتها وتصر على الضرب في رفح الفلسطينية. هناك ضربات أمريكية موجهة إلى مدن ومناطق يمنية. الحوثيين يطلقون صاروخا على سفينة يابانية. ما الذي يحدث؟ إحنا رايحين لفين؟ منذ قليل أعلنت قناة القاهرة الإخبارية شبه الرسمية في نبأ عاجل، قالت فيه: مصر تجدد التحذير من مخاطر اتساع رقعة الصراع في المنطقة نتيجة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة. قالت كمان أن مصر تعرب عن قلقها من تصاعد العمليات العسكرية في منطقة البحر الأحمر والغارات الجوية التي يتم توجيهها لعدد من المناطق في اليمن. مصدر رفيع المستوى قال إن مصر تتابع عن كثب الموقف في رفح الفلسطينية ومستعدة للتعامل مع كل السيناريوهات. هنرجع لكل السيناريوهات. مصر تدعو إلى ضرورة تكاتف الجهود الدولية والإقليمية لخفض حدة التوتر وعدم الاستقرار، بما في ذلك أمن وسلامة الملاحة في البحر الأحمر. جددت مصر التحذير من مخاطر اتساع رقعة الصراع في المنطقة نتيجة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة. هذا ما جاء في النبأ العاجل لقناة القاهرة الإخبارية، اللي أضافت أن مصر تؤكد حتمية الوقف الشامل لقطاع لإطلاق النار، وتؤكد حتمية الوقف إنهاء الحرب الإسرائيلية القائمة ضد الفلسطينيين لتجنيب المنطقة المزيد من عوامل عدم الاستقرار وتهديد السلم والأمن الدوليين أو الدوليين. كل الخيارات مفتوحة. إيه الخيارات المفتوحة؟ خيار السلام هو كان الخيار الأساسي لمصر وسيظل هو الخيار الأول. لكن إذا تعرض أمن مصر للخطر، هناك تحذيرات تم نشرها في وسائل إعلام غربية مش مصرية، قالت إن مصر حذرت الإسرائيليين وهددتها إن أي عدوان يعني تعليق اتفاقية كامب ديفيد أو اتفاقية السلام. ما فيش مصدر مصري طلع قال الكلام، لكن وسائل إعلام عديدة غربية نشرت التحذيرات المصرية المتكررة لإسرائيل. فإذا أصرت إسرائيل ومع هذا البيان العاجل، فإني أشتم رائحة 6 أكتوبر 73، أشتم رائحة الحرب. ونحن لا نريد الحرب ولا نحب الحرب، والحرب خيار سيء لكل الأطراف، سيضر بنا وباقتصادنا. ولكن إذا كان هناك مساس بالكرامة المصرية فإن الحرب هو الخيار الوحيد. إذا كان الأمر يمس سلامة الأراضي المصرية وأمنها وأمن شعبها، وإذا كان هناك عمد إسرائيلي على تهجير قسري للفلسطينيين إلى مصر عبر رفح، فإن مصر لن تقف صامتة. عايز أقول في هذه الحالة نحن جميعا في هذه اللحظة نقف خلف القيادة السياسية وسندعمها كل الدعم كمصريين مش كإعلاميين بس، في أي قرار تتخذه لحماية الأراضي المصرية لحفظ أمن المصريين. إحنا أقوياء وأقوياء جدا، وعندنا جيش عالمي مصنف من 10 الأوائل. مصر قادرة على أن ترد أي عدوان وقادرة على الدفاع عن أرضها. نحن صوت واحد، نفس واحد، روح واحدة، إيد واحدة، وطن واحد بيجمعنا. وقضية المساس بأرض مصر قضية زي ما اتقال كتير على لسان الرئيس إنها خط أحمر. وزارة الخارجية كمان
من شوية صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن من المؤسف والمثير والمشين أن يستمر وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش في إطلاق تصريحات غير مسؤولة وتحريضية ولا تكشف إلا عن نهم للقتل والتدمير وتخريب لأي محاولة لاحتواء الأزمة في قطاع غزة. واعتبر المتحدث باسم الخارجية المصرية أن مثل تلك التصريحات غير مقبولة جملة وتفصيلا، حيث تسيطر مصر بشكل كامل على أراضيها ولا تسمح لأي طرف بأن يقحم اسم مصر في أي محاولة فاشلة لتبرير قصور أدائه. خطاب حاد جدا من الخارجية. هو كمل وقال أن مثل تلك التصريحات غير مقبولة جملة وتفصيلة، وقال وزير المالية الإسرائيلي كان قال أن مصر مسؤولة مع حماس عن ما حدث في 7 أكتوبر، وهذا كلام هزل في وقت الجد، كلام في تصدير لمعركة، في تصدير من زمان. لو أنتوا فاكرين قلت لكم هنا من البداية أن إسرائيل ونتنياهو بحزبه قد يجد نفسه في مأزق الهزيمة من جماعة وليس أمامه حل. النهاردة هو بيضرب في لبنان، بيضرب في الجنوب في حزب الله، وقبل كده ضرب على سوريا، وقاعد يجر حرب، لكن إيران رافضة تدخل معاه الحرب، بتقول له هات ما عندك احنا سايبين لك حماس بس. أقرب حد ليه مين؟ هو مصر، أقرب حدودية. جر الحرب مع مصر يخفي فشله في مواجهة حماس، فقد يكون للدفاع عن نفسه وعن حزبه، والتلميحات بتاع وزير المالية قد تشير إلى إنها الحرب. فإذا كانت هي الحرب فنحن لها، نحن أهل السلام أهل الحرب أيضا إذا اضطررنا. وأنا مش خايف، أنا مطمئن إن عندنا جيش جاهز بأحدث تسليحات، بأحدث طيران، بأحدث قوى بحرية. إحنا قادرين وكلنا هنكون واحد في مواجهة هذا العدو الذي لم يتغير رأيي يوما أنه سيظل العدو الأوحد لمصر وللأمة العربية، كما كان عدوا وخصما للعالم الذي تخلص منه وأتى به إلى هذه المنطقة. طيب، التيك توك أقوى من بايدن وأهم منه وأكثر تأثيرا، وقعد حزب بايدن وجماعته والإدارة بتاعته تهاجم التيك توك وتقول لك لابد من حظره والمعلومات هتبقى متجمعة كلها عند الصين وهيقدروا يحللوا من هذه المعلومات ويسيطروا، وحاولوا حظره أكثر من مرة. النهاردة بايدن بيظهر ويعمل صفحة على تيك توك، قرر أن يخاطب الشباب من أجل الانتخابات، قرر أن يذهب إلى تيك توك، قاعد يتكلم كلام عن الكورة والفرق اللي بيحبها، وقال إن هو بيشجع فرقة كورة علشان مراته، قال لك أنا ما أقدرش وإلا مش هنام في أوضة النوم، وقال بيسألوه بيقولوا له مين، بايدن ولا ترامب؟ قال لهم دي مصحة، طبعا بايدن الرئيس الأمريكي، وهو في حالة من حالات الخرف والمعلومات. وأنا ما بشتموش على فكرة، أنا بقول توصيف مرضي زي ما قاله الدكتور امبارح، بيلجأ إلى تويتر علشان يقول أنا متماسك، حاطط إيديه في جيوبه عشان ما يقعش، وبيقول إنه متماسك وتركيزه قوي، وحد بيسأله وهو بيجاوب بقوة وبابتسامة زي ما انتم شايفين كده، على أمل أن يكتسب ويجتذب أصوات الشباب في الانتخابات الرئاسية المقبلة. طيب، امبارح بنبارك لكوت ديفوار، كوت ديفوار فازت على نيجيريا 2-1، كوت ديفوار خدت بطولة أمم إفريقيا. شفنا الرئيس الكوت ديفواري أو العاجي وهو سعيد بفرقته، فرقته كانت تستحق. نيجيريا أيضا أدت مباراة جيدة ولكن لم تكن أحسن مبارياتها رغم أن كانت فرصها أكبر، لكن كوت ديفوار الذي مات واحتيا عودة الميت إلى هذه البطولة
أثبت أن الفرقة الكبيرة كبيرة وأنها لو تعثرت تستطيع أن تقف مرة أخرى. غلبوا نيجيريا امبارح 2-1. بالمناسبة شفت استقبال شعبي في الأردن للفريق اللي طلع وصيف بطل آسيا اللي هي قطر، استقبال مهول، مئات الآلاف من البشر بيستقبلوا الفريق وسعداء بوصوله لهذه المرحلة. فريق النشامة رجع باستقبال حافل في الأردن. لكن كوت ديفوار التي سقطت وكانت آخر مجموعاتها طلعت بالتالت كأحسن توالد ونجحت في الوصول، لكن كان فيه بطل. هذا البطل اللي لازم نقف قدامه هو هالر، اللاعب هالر هذا الذي أحرز هدف في الفوز الثاني، ومن المباراة السابقة في الدور قبل النهائي أحرز هدف أيضا الفوز. مش هتصدقوا إن قبليها بما يقرب من سنة كان بيعاني من السرطان، كان عنده سرطان وتعالج ويدوبك لسه راجع. أعتقد إنه بيلعب في بروسيا دورتموند، وهو بيلعب هناك المنتخب قال له تعالى. بعد 7 شهور من العلاج، انتوا متخيلين 7 شهور من العلاج واحد عنده سرطان وبإرادته يقدر يرجع الملاعب؟ هذا هو الأسطورة، هذا هو التاريخ عندما يكتب، حاجة تشعرك بفخر، هذا الانتماء وهذا الإحساس، ويبقى هو اللاعب الفارق مع فريقه مع منتخبه ويجيب لهم البطولة، فله كل التحية، هو يستحق منا كل إعجاب وتحية. بالإرادة، بالعزيمة، بالنية الصادقة، بحبك لبلدك تقدر تعمل كل حاجة وتقدر تفرحهم. مش كده كان اسمه إيه؟ فيتوريا. مش كده فيتوريا؟ عكننت علينا وقعدتنا في بيوتنا من بدري، ربنا يسامحك باليوروهات اللي انت خدتها. الليلة حلقة خاصة جدا، حلقة غنائية، هتسمعوا فيها أحلى الأغاني، وهتسمعوا حكايات البنوتة الصغيرة ميرنا هشام اللي كانت في أرب أيدول واختفت ثم ظهرت ثم اكتئبت ثم غنت، والنهاردة هنسمع أحلى غنى. هيا بنا إلى الحلقة. من القاهرة. جمهورية مصر العربية. يا صباح الخير يا اللي معانا. بالسلامة يا حبيبي بالسلامة. صباحك معطر. مفتح مزهر. أقدم لكم على النصيحة. حبايبي الحلوين، حدوتة النهاردة قريتها في مجلة. هذه هي سمارة. كل ليلة وليلة، كل ليلة ليلة. أشجع رجل في العالم. مين ده؟ ايه يا اختي؟ مين ده؟ اغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. الظالمون المدى. وهنا كما اخشى عليك يا اخي يا ابن العراق. عدى النهار والمغربية جاية. من القاهرة، بسم الله الرحمن الرحيم. نجحت قواتنا المسلحة في عبور قناة السويس على طول المواجهة. وللمعاني وللأغاني وللعروبة وللتحدي. يا لا يا لا ودا ويا
مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم. حلقه جديده من مع خيري النهارده 12 فبراير 2024، وبعد ساعات بكره هيحتفل العالم باليوم العالمي للاذاعه. وانا من الجيل اللي عشق الاذاعه المصريه، وان ما زالت حتى هذه اللحظه انا مدمن اذاعه. وفي وجداني ورحت اشتريت راديو كبير خشب من الرضاوي اللي هي بالبكره دي، اشتريته تاريخ الصنع سنة 1952 عندي في البيت، علشان أنا بحب أسمع صوت الإذاعة بالصوت القديم، بهمسة عتاب، بأبل فضيلة، بعمه حسن، بسناء منصور، بأصوات اتربينا جزء من الوجدان المصري. الإذاعة المصرية تركت لنا تراث عالي جداً، واللي بيفتكر ان التقديم الاذاعي اسهل من التلفزيوني فهو مخطئ تماما. الاذاعه انت تعبر بصوتك، بترسم لوحه، بتخلي اللي بيسمعك يرى ارتباطه بنبره الصوت. فاروق شوشه، يا سلام، كلمتين وبس. فؤاد المهندس والراحل احمد بهجت الكاتب الكبير، واسماء كلها لها الاحترام والتقدير. إيناس جوهر، أسماء كتير في وجداننا مرتبطة بالإذاعة المصرية. وفي هذا اليوم اللي لازم نحتفل فيه بالإذاعة المصرية، ممكن أسمعكم صوت مين مثلا؟ ممكن أسمعكم صوت الأستاذة المعلمة والجميلة، وهي اشتغلت تلفزيون واشتغلت إذاعة، لكن يبقى الوجدان له علاقة بالإذاعة، الإعلامية الكبيرة الأستاذة سناء منصور. مساء الخير يا أستاذة سناء. مساء الخير يا أستاذ خير. يا أستاذ خيري، كل سنة وانت طيب. وحضرتك طيبة وبخير. وكل الإذاعيين في العالم العربي مش بس في مصر طيبين طبعاً. بيومهم بكرة، وانت أشطر واحد، انت سبقتهم كلهم، ها؟ قبليها بيوم. أيوة بالظبط. قلت أما ابتدي أنا بقى. لا يعني احنا قلنا هنسعد بصوتك، واحنا مقدمين حاجات كده سريعة. زميلي محمد عفت وهو بيعمل التقرير بيقول لي لا سيبهولي، انا بعشق الاذاعه، بعشق ان اقدمها. شوف بص يا خيري، انت قلت ايه؟ انت قلت انا يعني رحت جبت راديو مش عارفه بيعمل ايه، حاجه كده جديد قد كده. عارف بقى اقول لك حاجه، بحس دايما لما بفتكرها ان انا عبيطه جدا جدا يعني. أيوه. وهو انه انا بعد يعني كنت كل ما اروح اشتري عربي، يعني بتفرج على العربيات بعد ما رجعت من مونت كارلو. أيوه. ان انا بتفرج على العربيات اختار اول حاجه كنت بعملها، يعني انا طبعا ما لازم الراديو ميكانيكا. تصور اروح مدوره اقول شايف هيجيب الراديو ده هيجيب لي المحطات اللي انا عايز اسمعها ولا لا. تصدق يعني الناس كانت تضحك عليا لما اقول لهم، يقولوا لي على الراديو يعني شوفي مش عارفه السرعه، شوفي البنزين. انا اشوف اول حاجه احط ايدي عليها طبعا الراديو. لما نزل العربيات رفع سعرها، وبقوا من المزايا وهم بيروجوا يقول لك في راديو مش كده؟ يعني بص الراديو لا يعلى عليه، وسمعك انت بتقول انه الناس بيحسوا انه الراديو يعني اسهل من التلفزيون. مش صحيح، عارف ليه بقى؟ طبعا لان التلفزيون احنا كمذيعين فيه بنبقى واحد من 16 ولا 20 فرد اخرين، اللي بيحط لك إضاءة واللي بيظبط لك الصوت. صح. واللي بيعمل الديكار، يعني أنت جزء عنصر من كذا عنصر مهمين جدا في التلفزيون. لكن أنت في الراديو كانوا دايما يقولوا عليه، يعني لو سمحت لي بس أنا هستعمل الكلمة الفرنساوي بس يعني مش منظرة ولا عقد الخواج. هي يقولوا عليها لوم أوركسترا، الراجل يعني البني آدم اللي أوركسترا كامل. ليه؟ لأن هو اللي بيعد برامجه، هو اللي بينزل يسجلها كأنه مهندس الصوت. أيوه. هو اللي بيرجع يعمل لها المونتاج. ما فيش حاجة اسمها في واحد مونتير في الإذاعة. أيوه. يعني في مهندسين صوت، ما فيش حاجة اسمها. فهو اللي بيعمل المونتاج، وهو اللي بيحط هنا الموسيقى، هنا حتة قطعة من كذا، هنا قطعة من كذا، فيعني كمان بيخرجها. فهو أوركسترا كاملة. يعني المذيع الإذاعة ده
أوركسترا بيعمل كل حاجة. عمرنا ما كنا بنسمع زمان على أصله ده معد وده مش عارفة إيه وده إيه. لا مفيش الكلام ده، وإنت اللي لازم تحس بكل كلمة بتقولها. بالضبط. هو المذيع اللي بيعمل كل حاجة، هو اللي بيختار التتر بتاعه. فبالعكس الإذاعة أصعب كتير جدا من التلفزيون. إنت جمعت بين الحسنيين يا أستاذ. الله يخليك. استمتعت بإيه أكتر بصراحة؟ لا 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 لا، يعني ما فيهاش جدال. يعني طبعا التلفزيون بيديك شهرة وانتشار، بيعمل جماهيرية أكتر. جماهيرية أكتر كتير من الإذاعة، لأنك أنت تقعد يعني كذا بيقولوا إيه، تفحت كده في الإذاعة لحد ما تتعرف والناس تسمع. صحيح. وتتعود على صوتك. التلفزيون اطلع مرتين ثلاثة خلاص الناس عرفتك، فشهرة هو التلفزيون. لكن الاستمتاع بالعالم بالعمل نفسه يا خيري، مش قادر اقول لك انك انت تستمتع انك انت تعمل خمس دقائق في الاذاعه بشغل ساعتين وثلاثه في التلفزيون. صحيح. انا كنت محظوظ ان انا اشتغلت مثلا سبع سنين اذاعه كمان مع التلفزيون، فكنت محظوظ جدا ان اعيش هذه التجربه واتعلم منها. استاذه سناء، حضرتك اتعلمت على ايد اساتذه كبار قوي زي مثلا أستاذة أمال فهمي. أيوة. إيه النصيحة مع كل التجارب دي، وأنا عارف إنك أستاذة كبيرة وبنتعلم منك كلنا، من الأجيال الصغيرة حتى الأجيال العجوزة اللي زيي بنتعلم دلوقتي، إيه النصيحة اللي علقت لسه في ودانك بتفتكريها دايما؟ شوف، أنا يعني أنا كنت محظوظة إن أنا وأنا طفلة بسمع، يعني قبل أبلة فضيلة وقبل طنط سناء وعم حسن وكلنا، يعني أي. إن أنا كنت طفلة مستمعة دائمة لبابا شارو. فأنا اشتغلت في الإذاعة وبابا شارو رئيس الإذاعة، الأستاذة صفية المهندس أم الإذاعيين كلهم، الأستاذة سامية صادق، الأستاذ طاهر أبو زيد، الأستاذ حتى يعني إيهاب الأزهاري، كل العمالقة كلهم. يعني ما كانش عندي الحظ ان انا اشتغل مع اللي راحوا التلفزيون، اللي كانوا اصلا يعني راديو وبعدين راحوا التلفزيون، الاستاذ سعد لبيب والاستاذه همت مصطفى والاستاذ عباس احمد والاستاذه سميره يعني وصلاح زكي، يعني عارف عمالقه الاذاعه كلهم انا حضرت اللي ما راحوش منهم التلفزيون. وبقيت اتعامل مع، يعني قاعدة كده بسمع سامية صادق أقول إيه الصوت الملائكي ده، المشاغبات بتاعت الأستاذة أمال فهمي. بس أنا يعني بشكل مباشر أنا تلميذ، أنا الصبي، عارف البلية؟ أيوة. الصبي بلية ده مع الأسطى الكبير، أنا الصبي بتاع أمال فهمي وطاهر أبو زيد. أمال فهمي علمتني يعني إيه إيقاعي سريع، يعني إيه أبقى مركزة على صوتي، إنه أغير الطبقة بتاعتي وأنا بتكلم في الإذاعة. حتى وأنا كده في الحياة، يعني أنا كنت صغيرة قوي يعني، فكنت صوت ملوش أي ملامح يعني. أمال علمتني يعني بقول لك إزاي إن أنا أواكب أحداث، إن أنا ألقط من هنا وأعمل، إن أنا أعد برامجي. ده أمال. جي بقى الأستاذ المنوعات، أمل طبعا خدتني في المنوعات لأنه يعني أكتر يعني أطفال ومنوعات. أستاذ طاهر أبو زيد اتلمست عليه بعد الأستاذة أمل فهمي في إنه إداني بعد ثقافي أحطه في كل برنامج أنا بعمله. يا سلام. لأن الناس ما بتسمعش قوي الثقافة، فلكن لما أنت تعمل منوعات وتبقى حريص وتسربها من خلالها. واخد بالك؟ أيوة. فأنا تلميذه الاثنين دول. أهم حاجة أمال كانت تقول لي في حلاوة الصوت، يعني فاكر كان يقولوا، مش فاكر أنت طبعا، لكن سمعت على كروان الإذاعة الأستاذ محمد فتحي طبعًا مثلا طبعًا. شوف الأستاذ فاروق شوشة، الأصوات اللي هي حلوة. أمال كانت تقول لي دايما مش حلاوة الصوت. أيوة. الذكاء اللي في الصوت. يا سلام. هو ده المهم. صحيح. مين بيعجبك مين بيعجبك دلوقتي يا أستاذة سناء من الإذاعيين، الأصوات الجديدة في الإذاعة؟ بس هقول لك حاجة خير، يعني ممكن أقول لك كذا اسم كده هو، لكن أنا مش صادقة. يعني أنا يعني حاليا مش بسمع إذاعة كويس أوي،
لأن أنا في بعض الإذاعات اللي يعني عاملة نوع من المودرنيزم الفظيع خلتني شوية أبعد عن الإذاعة. الحاجات التترات اللي أنتوا حطتوها من شوية جهية، يلا مش عارفين نسمع أبلة فضيلة بالسلامة يا حبيبي بالسلامة كلمتين وبس، مش كل دول، ويعني فانتاستيكا وقبل المدرسة وعمو حسن وإيناس جوهر، مش عارفة تبص لرجليك تبصش لرجليك ولا إيه، تقع حاجة كده يعني، كان في حاجة كده عندها تشوف رشائل خطوتك، لكن أنت لو بصيت لرجليك تقع. عجبي رباعيات جاهين. يعني عارف إزاي يعني الدنيا هي الشابة وأنت الجدع، وأنت الجدع. صلاح شاهين بجماله. يعني عايز أقول لك إيه، إنه الإذاعة أول ما أنت قلت يا صباح الخير يا اللي معانا، حسيت يعني أنا بسمعك وحسيت يا بالحنين، حنين رهيب للإذاعة، لأن دي كانت الافتتاحية بتاعت إذاعة الشرق الأوسط على إيد الأستاذة الكبيرة أمل فهمي. شوف أمل فهمي عارف كانت بتبتدي بصباح الخير يا اللي معانا أم كلثوم، وتختم إذاعة الشرق الأوسط يا خيري بالأستاذ إحسان عبد القدوس اللي كان عمره ما عمل حديث للإذاعة، يقول كلمتين وبعدين يختم ما كانتش 24 ساعة لسه الإذاعة يعني الشرق الأوسط، فيختمها ب تصبحوا على حب. يا سلام، شايف الـ 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 شايف الجمال وشايف التناسق من أول ما تبتدي المحطة لحد ما تختم، لحد ما تختم. فتحس عمرك شفت الدكتور طه حسين يعمل مقدمة برنامج أنا كنت بقدمه الحقيقة اسمه أبجد هوس، يعمل أن مش عارفة اللغة العربية بصوته، يعني استغلت حتى الدكتور طه حسين عميد الأدب العربي الأستاذ مش عارفة أقول عليه إيه، الدكتور طه حسين يطلع يقول اللغة العربية عسر لا يسر، يعمل مقدمة بصوته للتتر بصوت الدكتور طه حسين، يعني عارف تعمل ايه التلفزيون يجي ايه جنب الإذاعة بقى، يعني التلفزيون طبعا ما بقول لك جمال وشهرة ومتأدية والناس، لكن يجي ايه جنب الإذاعة غير تفاصيلها. كل سنة وحضرتك طيبة وانت طيب وكل نجومنا اللي أسعدونا عبر سنوات طويلة واللي صنعوا تاريخ الإذاعة المصرية واللي مثلوا القوى الناعمة المصرية، صوت العرب لما كانت بتشتغل كانوا بيسمعوها من كل سلام. مكان يا سلام. جملة هنا القاهرة تحسسك بالفخر وانت بتسمعها، مش كده من المحيط الى الخليج، يعني حاجة حاجة فخامة. لا لا لا، يعني تلفزيون لطيف وحلو وجميل وكل حاجة، ما حدش يقدر يقول يعني، وبيتطور وتكنولوجيا، لكن الإذاعة شيء آخر. كل سنة وحضرتك طيبة ومتشكر جدا على انك اسعدتينا بهذه المداخلة. انا متشكرة قوي 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 لانك وحشني جدا يا خيري، فقلت يعني قلت مش لا يمكن لا يمكن هتأخر عليك. ربنا يخليك يا استاذة، بشكرك جدا طول عمرك استاذة وصاحبة فضل بتعلمينا وصاحب العلم ده استاذ. طيب خلونا واحنا بنتنقل ده نروح لحاجة تانية، اعلان انتشر شفته في الشوارع وأطار ضجة كبيرة. مشكلة الإعلان ده هو إعلان عن الكيك، استخدموا فيه صورة فنان كبير أرفض ربطه بدور في فيلم، هو الفنان حمدي الوزير. خلوني أقول رأيي عشان في رأي تاني. اللي انتقدوا، وأنا بتكلم عن الانتقاد باحترام لأن في النهاية حتى هي وجهات نظر، فأنا وجهة نظري لو الأستاذ حمدي الوزير ظهر مع هذا الإعلان فهو نجم وممثل كبير ومحترم خالص، الخلط ما بين التمثيل والواقع ده فكرة ساذجة قوي، لكن استخدام صورة بأداء من الفيلم اللي كان بيوحي أنه معناه تحرش أو معنى جنسي جنب إعلان أكل أو حاجة حلوة أو كيك، هو الذي أثار التساؤل وأنا لم أفهمه. ربما ينجح الأستاذ حمدي الوزير في أنه يشرحه لي أو يفهمني ما لا أفهم. مساء الخير يا أستاذ حمدي. مساء الفل. أولا أنا إزاي حضرتك كتير. وحشنا جدا والله. وأنت خير والله يا أستاذ خير، أنت من الناس الجميلة خالص خالص. ربنا يخليك يا أستاذ حمدي، وعلى فكرة أنا أول مرة أرد على حد. ربنا يخليك، ده شرف. أمالين أنك أنت قلت أرد.
انا شايف انك ما ردتش، كتبت بس بوست وامتنعت تماما عن الرد. فانا استمتعت يا سيدي بحديثك مع الاستاذ هشام المنصور، ربنا يخليك. سمعت منه حاجات كتير واثرت شجوني والاحترام ولا طبعا ما انت وانت مثلت في الاذاعه كمان كتير. لا بالعكس، انت عارف كان الاستاذ فاهم عمر الله يديله الصحه يا رب، يا رب يمتعه بالصحه كان عايزنا. المهم يعني ده موضوع يا بيه، انت بتتكلم في موضوع انا في ذهول، في ذهول مما يحدث. بمعنى طيب اتفضل. انا يا سيدي رفضت اعمال كتير قوي 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 قوي، بعدت عن الساحه كتير قوي 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 عشان برفض الاعمال لاستخدام هذا الكوميكس المنتشر على السوشيال ميديا، واستخدام الحاله حاله الاغتصاب والتحرش، الافلام العنف ضد المراه. ما فيش حد رفض شغل قدي، ودي معروفه. أيوة. ليه؟ لانه حبوا يستغلوا ده قبل كده في حاجات انا رفضت تماما، لتقديري واحترامي لتاريخ هذا الشعب الجميل المصري. وانا متاكد ان الضمير العام رافض بالحمد التشهير اللي حصلت على الاعلان ده. انا ما اعرفش حاجه غير ان الناس بتكلمني فقط ان الاعلان ما اعرفش فيه ايه، في مش عارف ايه عن التحرش. فين التحرش؟ اولا الصوره المحطوطه دي ما لهاش علاقه بالفيلم ولا لها علاقه بالكوميكس اللي هم بيحطوه على في السوشيال ميديا. دي صوره حديثه على فكره، صورة حديثة بس حضرتك استخدمت لسانك فيها. يا بيه ده وفيه ايه؟ هو اللي قاتل بيبقى قاتل بجد يا استاذ خليل؟ لا طبعا، بس هو هي مجرد العنوان. ما صورتك قمر اهو قدامنا، ما انت صورتك طول الوقت موجودة. هذه الصورة حضرتك تعلم انها مرتبطة في الاذهان بدورك في الفيلم. بص يا استاذ، اتفضل. بص يا استاذ، انت عارف كويس او انت تعلم كويس ان الممثل قدام المخرج وقدام الكاميرا، قصدي قدام الكاميرا طوع المخرج. صحيح. ماشي. فانا من النوع ده، انا مخرج وعارف انا بقوله ايه يعني. فانت لما يبقى لساني ايدي يعني هو اللي بيقتل النهارده واحد ماسك المدفع او خنجر او مطوه وبيقتل واحد، يبقى بيقتله بجد؟ لا، ولا نوع من الدعاره؟ بس هي الدعابه مع العنوان شويه، انت ما شفتش ان فيها استغلال لاسمك. العنوان ده مش مسؤوليتي يا ريس، العنوان ده مش مسؤوليتي، مسؤولية المعد ومسؤولية المخرج. طب ما سألتش انتوا طالبين مني اعمل الحركة دي ليه في اعلان؟ لا ما اسألش يا بيه، ما اسألش، هم عايزين يستخدموا ده استخدامك انت اسم كبير ازاي؟ ده انت بترفض حاجات كتير لان انت من نصير الاخلاق والقيم، طول عمرك انت حد محترم ممثل مسرح قبل سينما كبير. الله يخليك. ازاي ازاي تسمح لهم يعملوا اللي هم عايزينه؟ لا يعني مش اسمح لهم يا بيه، انا سمحت لهم فعلا، بس مش رفض اصلا. اصل اقول لك العيال بتعملها لبعض في الشارع على فكره، بس احنا ما نعملهاش حضرتك. لا يا بيه، لا لا، اقول لك على حاجه. ده بقى مصنف فني. مصنف فني بمعنى ايه؟ ان ده منتشر على في الكوميكس، منتشر على اللي عايز النهارده يحذر مع حد من حضره الشيخ حمدي الوزير بالكوميكس ده. صح ولا مش صح؟ صح. بس انا شفت ان الاعلان والشركة المعلنة بعيدا عن أي شيء استغلت شيء مع اسم المنتج بتاعها بشكل لا يليق. يعني أكيد ده رأيك. رأيي طبعا، وبحترم رأيك جدا. واحترم جدا 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 كمان. بص يا بيه، ده الكلام عن الشركة يعني، أنت عارف مثلا إن أنا قلت مفيش بنات، مفيش مودلز تطلع معايا. أيوه. أنت ملاحظ لما تشوف الإعلان إن شاء الله مش هتلاقي بنات في الإعلان، لأن أنا اشتركت ده. والناس تجاوبوا بشكل شنيع وبشكل جميل جدا جدا. تجاوبوا. ما تزعلش مني، بس هم خدوا الاعلى من البنات في الاعلان، هم عملوا الجدل اللي داير دلوقتي عشان تحقيق الانتشار. صح 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 صح، الكلام ده صح جدا. جدا، وانا معاه جدا جدا. بس انا عايز افكر كل واحد عنده تحفظ على هذا الاعلان، ان انا بحترم جدا عقليه المشاهد، بحترم جدا مشاعر الناس، بحترم جدا، وده اللي يمكن معطلني كتير جدا 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 يعني، بحترم جدا ثقافه هذا الشعب الجميل. نعم. والناس عارفه ده. طيب خليني اسالك سؤال اخير. مش عايز اتاجر بحاجات تانية يعني. طيب انا عارف ليك مواقف كتير، وعارف انك اتظلمت كتير كمان، لكن انا عايز اسالك، لو عرفت ان الصوره مطلوبه بهذا الشكل لاعلان هيتكتب جنبه المنتج بهذا الشكل، كنت هتوافق؟ لا. بس انا بشكرك جدا، انا مش طالب اكتر من ده. بشكرك جدا الفنان الكبير حمدي الوزير.
النهاردة مجلس النواب خد مجموعة من القرارات المهمة اللي فيها صالح الناس، يعني بدون رغي كتير هقول لكم، وافق نهائيا على قانون رعاية حقوق المسنين، ودي مسألة مهمة جدا، لأن المسن اللي قضى بيخدم وبيقضي حياته كلها وبيوصل إلى مرحلة وهو تعب فيها ومحتاج التكريم، فده شيء كويس. أيضا مجلس النواب وافق نهائيا على تعديل قانون الضريبة على الدخل 60,000 جنيه بدل من 40 للتخفيف عن كاهل الموظفين. الموافقة على قرارات الرئيس بزيادة الأجور والمعاشات، وده شيء كويس جدا. تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية تبقى بدري. منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة. تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. زيادة المعاشات المدنية والعسكرية. تعديل بعد أحكام قانون بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية، وده كان مطلب كبير من الأطباء والممرضين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة 2000 جنيه للأطباء، وده مبلغ في البداية كويس. أطباءنا يستحقوا كتير جدا، أطباءنا عرضة للأمراض، حياتهم طول الوقت في خطر، بيتعبوا وبيتبهدلوا، لازم نحافظ على أطباءنا اللي بدأوا يسافروا بره ويهاجروا، إحنا أولى بيهم، بس لازم كمان نوفر لهم حياة كريمة. التمريض أيضا عنصر هام جدا في العملية الطبية، ل1350 جنيه للتمريض. فإحنا بنشكر مجلس النواب. طيب، طالب مصري عنده 27 سنة كان حديث الدنيا الأيام الأخيرة، اتخرج من هندسة القاهرة سنة 20، سافر ألمانيا علشان يحضر ماجستير في جامعة برلين، ثم فجأة لقيناه بيفوز ب$700,000 مناصفة مع أمريكي وسويسري، لأنهم حلوا لغز عمره 2000 جنيه. يوسف اللي فاز بهذه الجائزة شاب مصري، يوسف نادر سمع عن المسابقة اللي كان هدفها حاجتين رئيسيتين، ازاي ممكن يفرد المخطوطة وتبقى مسطحة عن طريق استخدام الذكاء الصناعي علشان يقدر يشوف ايه بداخل المخطوطات اللي بسبب بركان فيزوف جعلها من المستحيل انك تقدر تفتح اللفافة دي لقراءتها، لانها تفحمت واصبح محتواها لغزا لاكثر من كام؟ 2000 سنة. يوسف نادر قدر يحلها من برلين وعبر زوم. المبدع المصري يوسف نادر، اهلا وسهلا يا باشمهندس. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ رمضان. اهلا بيك. يوسف احكي لي انت عملت ايه؟ انت قاعد في المانيا بتعمل ايه دلوقتي؟ انا دلوقتي باحث دكتوراه، شغال بحضر الدكتوراه هنا في الذكاء الصناعي. نعم. في الفترة الكام شهر اللي فاتوا كنت شغال على المسابقة، بالتحديد في جزء اكتشاف الحبر باستخدام الذكاء الصناعي. استخدام الحبر؟ استخدام الذكاء الصناعي لان احنا نقدر نشوف الحبر. هو المشكلة الكبيرة في المخطوطة هو ان المخطوطة علشان نقدر نعمل لها سكان بنستخدم أشعة مقطعية. أيوة. زي استخدمها عند الدكتور، بس طبعا بدقة أعلى بكتير جدا. الأشعة المقطعية لما بنبص فيها الحبر والورق البردي الاتنين بيبقوا كأنهم ماتيريال واحدة، ما بيبانش ايه الفرق ما بينهم. لو كان أيوة. لو حصل ان احنا قدرنا نفتح المخطوطة فعليا كنا هنقدر نشوف الحبر، لكن لما بنفتحها من الاسكان على الكمبيوتر ما بنقدرش ان احنا نشوف الحبر بسبب التشابه التكوين ما بين الورق البردي والحبر. فبنضطر ان احنا نلجأ للذكاء الصناعي، لان الفروقات الصغيرة البسيطة جدا ما بين ورق البردي والحبر في المجسم ثلاثي الابعاد، الذكاء الصناعي يقدر ان هو يشوف الحاجات الدقيقة دي اللي احنا ما نقدرش نشوفها بعينينا، ويقدر ان هو يتعلم ازاي يفرق ما بينهم وازاي يشوف الحبر ويتنبأ بالحبر في المخطوطة كاملة. انت تخصصك ايه يا يوسف؟ انا كنت خريج هندسة اتصالات وحاسبات، وبعدين تخصصت في الحاسبات
ولما جيت ألمانيا تخصصت في الذكاء الصناعي وعلوم البيانات. رائع. المسابقة دي كانت فين وإزاي قدرت توصل لها وكان اللي داخلين فيها المتسابقين قد إيه؟ المسابقة في أو التحدي فيزوفيوس كان مجموعة من المسابقات. أول مسابقة اتعملت على إحدى المواقع المشهورة جدا للذكاء الصناعي. أنا عادة ببص على الموقع كل شوية أشوف لو في تحدي أو حاجة أيوة. ظريفة، أفكار لذيذة ممكن أشتغل عليها. أول تحدي ده كان فيه حوالي 2000 فريق حول العالم، وكان ده بداية الشغل على اكتشاف الحبر في المخطوطة. لكن هو كان هدفه يعني قبل كده بشوية إن في أجزاء وقعت من المخطوطة، الأجزاء دي بنقدر إن إحنا برضو نشوفها، فإحنا شايفين إيه اللي جوه وعارفين إيه اللي جوه، فبنقدر إن إحنا ندرب ذكاء صناعي، بتبقى مشكلة نوعا ما سهلة يعني. وكان هدفه إن إحنا نحاول نوصل إن عندنا أحسن نماذج ذكاء صناعي نقدر نطبقها على المخطوطة. كانت التحدي الأكبر بعد المسابقة دي أو الجزء ده من المسابقة، إنه بعد ما في فرق كتيرة توصلت لنماذج كويسة جدا في الذكاء الصناعي، لما حاولوا يطبقوها على المخطوطة ما قدروش يشوفوا حاجة من جوه المخطوطة. ومن هنا بقى بدأت رحلتي مع التحدي والمشروع، وبدأت أعمل تجارب، يعني حوالي 3400 تجربة من 3400 تجربة تقريبا. خدت وقت قد ايه؟ يعني احنا بنتكلم من شهر 5 تقريبا او من شهر 6 لحد شهر 12، ما بين يتراوح ما بين 8 ساعات ل 16 ساعة في اليوم. اخر شهر ده طبعا انت والفريق اللي معاك الاثنين السويسري والامريكي. انا والفريق ده، بس احنا يعني احنا بدأنا نشتغل سويا في اخر المسابقة. الذكاء الاصطناعي ممكن يكون متوفر لناس كتير، وانت بتكلمني عن دولة متقدمة زي ألمانيا، فايه اللي بيميز شخص عن شخص في طريقته لاستخدام الذكاء الاصطناعي بدليل ان انتوا بس اللي نجحتوا في ده؟ والله هو الحمد لله كان في توفيق من ربنا ومجهود كتير احنا بذلناه. جزء كتير من الذكاء الصناعي بيعتمد على فهم النظريات اللي مبني عليها الذكاء الصناعي، أي وده اللي بيمكن شخص من التاني ان هو يقدر بسرعة يعرف هي فين المشكلة، فين ازاي اقدر اوصل للحل، ايه يعني اكبر جزء بيبقى مش وصول للحل، بس ان انت تعرف اصلا ايه المشكلة فين وإيه الحاجة اللي أنت محتاج تصلحها. فده اللي خد يمكن أكبر مجهود، لأن إيه أحسن حاجة أقدر أستخدمها، إيه أحسن نماذج أقدر أستخدمها. اضطريت إن أنا أقرأ أبحاث كتيرة جدا علشان أعرف مثلا الناس أو العلماء بيعاملوا مشاكل قريبة من المشكلة دي إزاي، وإيه أحسن حاجة وصلوا لها أقدر إن أنا أخدها وأطبقها. فالموضوع بيعتمد على التعمق في الشغل النظري او في نظريات الذكاء الصناعي، وده اللي بيعمل فرق كتير ما بين فريق والتاني. الفلوس هتتقسم عليكم انتوا الثلاثة بنفس النسب؟ الفلوس هتتقسم علينا احنا الثلاثة بنفس النسب، وكل واحد مسؤول عن الضرائب وخلافه. طيب الفلوس جت ولا لسه؟ لا لسه الفلوس ما جاتش. طب لما تيجي هتعمل بيها ايه؟ سؤال سخيف انا عارف. والله هو يعني انا كنت في نيتي يعني انه ان شاء الله لو ربنا اراد وكسبت ان انا اطلع حج مع والدي، وبعدين ان انا استخدم الفلوس ان انا اصرف على الدكتوراه. يعني هي الدكتوراه في المانيا غالية شوية طبعا طبعا. ف بس انا عارف ان المانيا بتدي منح وفيها الدراسة مجانا اصلا. بس بالنسبة للمعيشة ذات نفسها، المعيشة في ألمانيا غالية اه من طبعا. سكن ومعيشة وخلافه. بنتمنى لك التوفيق ونتمنى ترجع لنا وانت دكتور قد الدنيا، نستفيد بعلمك، بلدك تستحق انها تستقبل عقول زيك وتاخد فرصتها وتطوره وتغيره في مصر ان شاء الله. انا بشكرك جدا المهندس يوسف نادر من برلين، بشكرك جدا. طيب من يوسف لقضية تانية لا علاقة بنجمتنا الكبيرة صاحبة الصوت الشجي وصاحبة المواقف المحترمة، صاحبة الكرامة والعزة، ماجدة الرومي.
ماجدة الرومي النجمة الكبيرة كانت بتغني في أبو ظبي، وقالت كلمة من قلبها، قالت اشتقنا لأبو ظبي الحلوة اللي كل شيء فيها بيضحك لنا وبيستقبلنا بالإعمار والخضار اللي بيمجد الله وبيكبر القلب، الله يديم على الأرض الطيبة بركة ونعم. كلام حلو، ما حدش بيروح الخليج والإمارات وقطر والسعودية إلا ما يرجع يقول لك في تغير والحياة حلوة قوي. فماجدة الرومي بتحيي الإمارات وأبو ظبي على ما فيها من جمال. لكن الجملة اللي أثارت الضجة لما ماجدة الرومي قالت جايين من لبنان، مطرح ما عم نعيش أبشع كوابسنا بسبب الإجرام المقترف في حقنا من قبل من يلي اسمهم منا وفينا وهم مش هيك، ما فينا إلا ما نتوقف أمام الإنجازات اللي عم بنشوفها، كيف ما مشينا في هذا البلد الحبيب منشوف بعيوننا كيف العظماء بيعملوا الجنة على الأرض. هذه الكلمات استفزت البعض وخاصة اللبنانيين وصائدي الماء العاكر اللي بيصطادوا فيه، وبدأوا يهاجموها على السوشيال ميديا على إنها بتهاجم لبنان وبتنتقد حزب الله رغم إنها لم تذكر حزب الله وا وا وا. تعالوا نقرب من الصورة ونفهم أكتر من واحدة من الإعلاميات الكبار، الإعلامية والكاتبة نضال الأحمدية اللي دايما بيبقى لها رؤية غير، وأنا عارف علاقتها الطيبة كمان بالفنانة الكبيرة ماجدة الرومي. مساء الخير أستاذة نضال. مساء الخير أستاذ خيري، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. إحنا بكل خير ونتمنى لكم كل خير. لعيوني سمعتك شو عم بتقول. كمان الست ماجدة من ضمن الحملات اللي عم بتصير عليها هلأ، أنا شو عم شوف ببيروت عم بينزلوا كلامة اللي بتقولوا عن فخامة الرئيس المصري السيسي. نعم. إذن السيد يعني هالفنانة لما بتكون بتروح على مصر وترى ما تراه من إنجازات بلد، يعني شو بدها تقول؟ بتقول عكس ضميرة. بعدين هي لما قالت هيك في شيء تاني قال، وهذا اللي مزعوه نحن زعناه اليوم، التاني اللي قال نحن بناطرينكم ببيروت، بيروت لا تزال الحلوة الجميلة. هم اقتطعوا الكلام. نعم اقتطعوا الكلام. هلأ ما بعرف في شيء منه طبيعي أستاذ، في شيء يعني مشغول بدقة، حتى هالجيش الغير عادي عم يعمل هيك حملة عيب، عن جد عيب. يعني حتى الست ماجدة من بعد الظهر أنا وياها على التليفون كل الوقت، هي ضاعت يعني عم تقول أنا عملت إيه، يعني أنا شو عملت؟ هي قالت المنا وفينا عملوا هيك بالبلد، يعني ما حددت فريق. وهذه المرأة أو هذه الفنانة بحياتها ما دخلت زواريب إطلاقا، يعني لا تؤيد ولا على الأقل علنا وضمنا، يعني إذا بدك معلومات سرية. نعم. يعني أنا والست ماجدة بنقعد، أنا عارف إن أنتوا أصدقاء جدا. نعم. يعني حتى بدي سمعك شيء هلأ، رح اسمح لنفسي ما سألتها يعني ردت فعل هلأ بعد تسمع. طيب سمعيني. حالة ذهول، أنا يعني عندي حالة ذهول، يعني شيء مفتعل لدرجة إنه قضمني. يعني شو قلت أنا عم بحكي عم بقول إنه عم نعيش أسوأ كوابيسنا بسبب اللي اسمه منا وفينا إلى آخره. يعني أنا ما بعرف إذا مسموح كان. لا أصلا ده كلام عادي، إحنا بنشكرك على إنك يعني سمحت لنا إن إحنا نسمع صوت الست ماجدة ونسمع كلامها الرقيق، وإحنا معاها ومتضمنين ونحن نعيش فعلا كابوس حقيقي. أنا بدي للأسف في لبنان، يعني الله يحميكم بمصر كمان حوصرت مصر، لكن في لبنان مجازر مش كوابيس، كوابيس لا تفي. بقت كلمة رقيقة دلوقتي. نعم أصبحت كلمة سرقوا مالنا، سرقوا الأمن، سرقوا أرضنا. ماجد أول حدا نزل على الأرض وقت انفجار المرفأ، أول حدا، وبدأت تساعد الشباب وكأنها مواطنة جدا عادية. ماجد الرومي اللي عم يتهموها هلأ جماعات من أحزاب محددة أنها مغنية البلاط، على كل بشري بيسمعك واللي ما عم يسمعك هلأ يسمعك بعدين، ماجد الرومي ما عندها بيت. ماجدة الرومي أنا سمعت هذا الكلام واندهشت، فعلا ماجدة الرومي ما عندهاش بيت تعيش فيه. لا
عايشه بالاثار، وانا بدي اقول هيدا الكلام وما بقى بدي اسكت وبدي انشر، لانه التعرض لكرامه هالست، لانه كنت عم بقنعها ماجده ما تبيعي ما تعرضي لك، عم هي عم تعمر بيت، عرضته قلت لها ما تبيعي، قالت لي هيدا حجر كرامتي اغلى من كثير، انا عندي بنتين، انا لشو بدي اخده معي على القبر البيت، المهم انا مستأجر شقه، وشقه فعلا بسيطه والله العظيم شقه بسيطه عادي. ماجده لو عايزه تبقى كل يوم في مكان وبتغني وبتاخد فلوس قد كده كانت عملت ده، كان سهل قوي. كانت عملت 600 قصر مثلها مثل هالمغنيات والمغنيين يلي هن من اثرى 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 الملوك، من اثرى الملوك. ماجده مغنيه بلاط عم بيقولوا جماعة أحد الإعلاميين في الميادين وحزب الله مغنية البلاط، يا عيب أنا صوتي مفتوح سوري، لأنه زعلاني كتير. لا ما تزعليش، ما فيش ماجدة الروم، ما فيش حاجة تهزها، وما فيش ما فيش طوب من اللي بتقذف بيه أو الحجارة هتيجي فيها إطلاقا، هترتد على أصحابها، لأن الفنان عنده تاريخ وعنده تراكم لم نرى لها يوما مشهدا خادشا، كلمة جارحة. ماجدة الرومي دي قيمة كبيرة في وجداننا كلنا. الله يطول بعمرك، بقول لك باسمي وباسم الست ماجدة وكل الجمهور ماجدة الرومي والفنانين العظماء عنا بلبنان، الله ينصركم على أعدائكم يا رب. ادعي لنا احنا في وقت خطر، لكن احنا قدها وقدود. بعرف الله يقويك استاذ. ممكن اسألك سؤال تاني استاذة نضال بره الموضوع، رغم ان انا هذه القضايا الصغيرة، عودة فنانة لجوزها أو طلاقها منه، بس لأن الموضوع تكرر وانت كان ليكي آراء فيه كثيرة، هل تابعتي عودة الفنانة شيرين إلى الأستاذ حسام حبيب؟ ليس أكيد أنها عادت لي حسام، أنا بقولك أنباء. نعم. الخلافات مستمرة، يعني كل 5 دقايق ممكن يرضوا ممكن يزعلوا، العلاقة غير مستتبة غير صحيحة يعني شيرين، لكن علينا أن لا نتدخل بقرارها. هيدي كمان المرأة موجوعة، هيدي المرأة الكل خانة، شيرين عبد الوهاب خانها الجميع، هيدي البنت قصتها قصة، لازم البنت ذكية ومثقفة وطيبة ومؤمنة وتقدم لنا أجمل ما يمكن أن تقدم، شو لهم عليها الناس يعني هالقد يعني؟ طبعا لما حدا بيسألها بدنا نوقف ضده أكيد. نعم. يعني طبعا. أنا شرسة في هذا الأمر، لكن إذا هي رضيت وتراضوا مع بعض لازم نزق فلوس، ربنا يوفقهم ونتنحى. يسلم تمك، علينا أن نتنحى لما بيتفقوا، لكن طبعا. لما بتشكي لنا نحن نوقف معها. يا أخي مين قال أنه رجعوا على أكيد؟ مش لازم هي تطلع تعلن أنه رجعوا لبعض، أو تطلع تقول لا ما رجعناش. مزبوط، هي ما قالت وأنا ما قالي حق أقول شو قالت لي. طيب. يعني هي ما قالت يا استاذ، بعدين انت بتقول ما بتدخل بهيك قضايا صغيره، هاي القضايا يا استاذ خيري رمضان منا قضايا صغيره، هاي قضايا انسانيه كبيره. صحيح. لا انا ما بدخلش في النميمه، يعني مين اتطلق ومين اتجوز ده قضيته مش قضيته. حتى يعني انا بس استغليت فرصه وجودك معايا، وانا عارفه انك بتحبي شيرين قوي وصاحبتها، وقلتي قبل كده اخبار كانت هي الاخبار الصادقه، عشان كده حبيت اطرحه عليك مش اكتر. تسلم يا عيوني، تسلم عينك. بشكرك الأستاذة الكبيرة الكاتبة والإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية من بيروت. طيب النهاردة وأنا عايز أحيي وزارة الداخلية، وزارة الداخلية حريصة على دعم والتواصل مع طلائع الشباب، بس المرة دي مختارة الشباب اللي طالع الطلاب بتوع المدارس اللي كانوا في أحياء شعبية واتنقلوا إلى حياة أفضل بكثير. وإحنا عارفين إن اللي بيعيش في مناطق عشوائية هو شخص مظلوم، وفي الغالب بيكون عشوائي، يعني في الغالب لا فيه اهتمام بالتعليم ولا بالدراسة، بيشوف سلوكيات قدامه، أخلاقيات الزحمة يعني. وده لأن أنا كنت محرر حوادث غطيت ده كتير، كنا بندخل مكان في ممر في بولاق اللي بقى مكانه دلوقتي عمارات شاهقة في مزبيرو، كانت المنطقة دي كلها نروح نلاقي السرنجات والحقن، والأب وأم وتمن عيال عايشين في بتاع صفيح فوق وتحت نايمين، والحياة وما ينتج عن ذلك من أمراض كبيرة جدا. ما حدث من القضاء على العشوائيات كان لازم يكون معاه تنمية فكرية وثقافية أيضا.
الداخلية بتحاول تؤكد لهؤلاء الأبناء بتدعم ارتباطهم بهذا الوطن، بتقول له أنا الضابط ومرافقهم ضباط، أنا حريص عليك مش خصمك، أنا مبسوط بيك. فهذه العلاقة اللي بتنشأ وتنمو بتربي أجيال مختلفة. هذا الوعي، وأنا بحيي عليه السيد وزير الداخلية، لأن هذه سياسة، هذه السياسة إنك تاخد شباب وتعمل لهم ملتقى وتخلوه بيتعرفوا على بعض ويشوفوا تاريخ بلدهم في مناطق مختلفة وفي مدن مختلفة، وتجمعهم وتبقى أنت اللي بترعى ده وبتحتفي بيهم. إحنا كده بنربي ولاد للمستقبل كبير، بنربي مستقبل مشرق إن شاء الله. ابتدى كدولة من القضاء على العشوائيات. اتنين، كل مؤسسات الدولة بتتسارع، وزارة الثقافة تعمل لهم مسارح وقصور ثقافة وخلافه، تيجي وزارة الداخلية تعمل لهم جولات. ده الملتقى الرابع لطلائع وشباب المناطق الحضرية الجديدة، كانت اسمها المناطق العشوائية بقت الحضرية الجديدة. ده هيقعدوا 3 أيام بقرية الشرطة بمحافظة بورسعيد. البرنامج تضمن زيارة معالم بورسعيد التاريخية، من بينها المتحف الحربي، عدد من المعالم التاريخية والحضارية بالمحافظة، اسم شرطة مواني بورسعيد. تعالوا شوفوا اسم الشرطة بقى شكلها ايه. ده احساس حلو قوي. مرة تانية انا بحيي وزارة الداخلية. هسيبكم مع هذا التقرير، وبعد هذا التقرير هنطلع فاصل. بعد الفاصل اوعوا تمشوا، عندنا حاجة مهمة قوي، عندنا فنانة جميلة شابة، ميرنا هاشم، ميرنا هشام، ميرنا اللي ظهرت في عرب ايدول، كان عندها 15 سنة ولا حاجة. منا طلعوا عليها اشاعات انها انتحرت في وقت من الاوقات او حاولت الانتحار. لديها حكايات ولديها اسرار ولدينا صوت حلو. عندنا فرقة موسيقية كبيرة، هنسمع احلى الاغاني اللي بنحبها وانتوا كمان بتحبوها. واللي عايز يسمع حاجة ممكن يكلمنا يطلب اللي هو عايزه من ميرنا هشام بعد الفصل. لما الدنيا تقول لي افرح 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 ومن القلب. مدينة بورسعيد الباسلة، أرض البطولات والتضحيات، استقبلت الملتقى الرابع لمبادرة جيل جديد برعاية رئيس الجمهورية، في إطار حرص وزارة الداخلية على الارتقاء بالمستوى الثقافي والفكري لدى براعم المناطق الحضارية الجديدة. على مدار 3 أيام استضافت قرية الشرطة ببورسعيد شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة، والتي انطلقوا منها يوميا للتعرف على معالم المدينة التاريخية، ومنها المتحف الحربي الذي يسطر تضحيات الشعب المصري، بخاصة في مواجهته للعدوان الثلاثي عام 1956. لما تشوف أبطال حلفين يحموا يبنوا اليوم الدين، وليك يا مصري ردوا الدين لأجل بلدنا بالأعمار. ويستعرض نماذج للفدائيين والتي كرمت وزارة الداخلية أسرهم في الاحتفال بعيد الشرطة. النهاردة مبسوط إن أنا جيت في متحف بورسعيد وشفت نماذج عن الفدائيين اللي حاربوا في العدو في 56. بذكر مبادرة الجيل الجديد إنها جابتنا متحف بورسعيد، شفنا النماذج المشرفة دي وصورهم وقرينا عنهم. أنا بشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إن هو فكر في الشباب وفكر فينا وعمل لنا حاجة زي مبادرة كلنا واحد جيل جديد. أنا انضميت للمبادرة عشان سمعت زمايلي وهم بيقولوا إن هم راحوا أماكن جميلة جدا واستفادوا حاجات حلوة قوي. قام الشباب والطلائع بزيارة مقر قسم شرطة موانئ بورسعيد المطل على المجرى الملاحي لقناة السويس الذي يعود بناؤه إلى 30ات القرن الماضي. واستقل الشباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة إحدى المعديات في جولة بقناة السويس، حيث نقطة التقاء البحر المتوسط بالقناة.
حاجه يعني جديده في حياتي. مبسوط جدا انا بشوف حاجات زي دي في بلدي، وفخور ببلدي والحاجات اللي بتحصل في بلدي. رحنا حاجات كتيره جدا حلوه قوي في بلدنا ما شفناهاش قبل كده، ونشكر مبادرة كلنا واحد، وبشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. تحيا مصر، تحيا مصر. لما تشوف ابطال حنفين يحموا يبنوا اليوم الدين، وليك يا مصر رد الدين لاجل بلدنا ما بالقمار. وادراكا لاهميه اطلاع النشأ على الصناعات الوطنيه، نظمت الوزارة زيارة لهم للمنطقة الصناعية ببورسعيد، حيث اطلعوا على مصانع الضفائر الكهربائية للسيارات. النهاردة بنرحب بمبادرة جيل جديد عندنا في شركة سوموتومو إلكتريك إيجيبت، واحنا مبسوطين جدا بزيارتكم عشان نقدر ان احنا نوصل للجيل الجديد فعلا ان في صناعات كبيرة موجودة في مصر زي صناعة الضفائر الكهربائية للسيارات. انا شايف ان دي فكرة كويسة جدا ومبادرة جيدة جدا، لان هي بتساعد الشباب الجديد والجيل الجديد انه يتعرف على صناعات كتير موجودة في البلد، صناعات قادرة ان هي تصدر وتتطور وتشارك في صناعات كبيرة شبه صناعة السيارات. المصنع بيصدر لأكثر من دولة في أوروبا. كل ما بنروح مكان بنكتشف حاجات جديدة، وأول مرة أجي المصنع دوت اللي هو مصنع سوميتومو. أنا فخورة جدا بالمصنع دوت، وأول مرة أشوفه وأتمنى أشوف حاجات كتيرة تانية. ثالث مرة ليا أجي المبادرة، والنهاردة اكتشفت إن فيه في مصر أكبر مصنع للضفائر الكهربائية للسيارات وبيصدر لجميع دول العالم. وقاموا بزيارة مصنع الكاوتشوك والذي يلبي احتياجات السوق المحلي. بكرة نضحي علشان مصر ونوفي جميلها طول العمر، أجيال طالعة في مصر جديدة بتقول دايما تحيا مصر. مبادرة عظيمة إن احنا نعتني بشباب صغير ده وندور من فكرهم ونوريهم ان البلد في تغير وتحسن والصناعه بتنمو، وان مصر في عهد سياده الرئيس ابتدى يبقى في مصانع جديده تعمل منتج استراتيجي الدوله بتحتاجه. دي حاجه يعني شرفت طبعا. انا مبسوط جدا ان وزاره الداخليه خلتنا ازور مدينه بورسعيد وازور اكبر مصنع كاوتش في مدينه بورسعيد، ولما اروح احكي لاصحابي وقرايبي على اللي شفته النهارده. المبادره حلوه وجينا هنا مصنع كاوتشات، وبشكر سياده الرئيس وزاره الداخليه على المكان الجميل اللي عملته. وحرصت وزاره الداخليه على اصطحاب هؤلاء الشباب عبر أنفاق 3 يوليو التي تربط بورسعيد بالضفة الشرقية للقناة كأحد الإنجازات الحديثة، متجهين عبره إلى ميناء شرق التفريعة، وهو من المشروعات القومية التي أقامتها الدولة ومحور أساسي للتجارة العالمية، وتم تنظيم احتفالية لهم هناك. اسمحوا لي أشكر باسمي وبالنيابة عن زملائي طلاب وطالبات المناطق الحضرية الجديدة، شكر خاص لإدارة ميناء شركة تفريعة ببورسعيد شركة ميرسك على الاستقبال العظيم اللي استقبلوه لنا النهاردة والأماكن اللي وراها لنا. وبجد أنا فرحان وفخور جدا إن احنا عندنا شركة زي دي وميناء زي دون داخل مصر. We are very proud to work with the government of Egypt on initiatives that we see today, where the government of Egypt is investing in the future of the country, the youth of the country. They are providing opportunities for youth to acquire new skills, to look for job opportunities, and to provide them training. And we are very, very proud to associate ourselves with these initiatives by the government. أنا دلوقتي في ميناء شرق التفريعة، وخدنا فيها جولة جميلة جدا. شفنا حاجات كتيرة مفيدة وعرفونا الوعي والحماية وحاجات كتيرة قوي حلوة. فخور ان احنا عندنا حاجة زي دي بالضخامة دي وبالحجم ده، ومبسوط جدا ان انا موجود في المكان ده. بصراحة كانت جميلة جدا، وانا كنت بصراحة ما كنتش اعرف ان في بورسعيد مكان زي ده بصراحة. على
على هامش الملتقى تم تنظيم ندوات تثقيفية للشباب رحبوا خلالها بزملائهم الجدد المنضمين للمرة الأولى للملتقى بعد النجاحات التي حققتها الملتقيات السابقة. أنا عايزة أرحب بكل زمايلي الجدد اللي انضموا لنا في المبادرة حديثة. أنا مبسوطة جداً بزمايلنا اللي انضموا معنا المبادرة الجديدة وبتمنى أن هم يستفادوا كل اللي احنا استفدناه من المبادرة. وتهدف هذه الندوات إلى إسقال المهارات الثقافية والفكرية للشباب وتعريفهم بالإنجازات الوطنية. أنا اسمي مصطفى الجمال من حي بشار الخير، وأنا إزاي أحافظ على المشروعات اللي حضرتك قلت عليها في المحاضرة وإزاي أخلي مستقبلي أفضل. كل المباني الحلوة اللي احنا شفناها وكل المشروعات الناجحة دي هتلاقي اللي نجحها الناس اللي شغالة فيها، زي ما احنا عندنا مستشفى ناجحة بقى عندنا شرق تفريعة ناجحة، وزي ما احنا عندنا مدرسة ناجحة بقى عندنا مصنع للكاوتش ناجح. كل المرتبط ما بين ده هو بني آدم ناجح. عشان كده لو عايزين نحافظ على مشروعاتنا بجد نبقى أقوية وناجحين ويبقى عندنا انتماء للبلد في كل فعل بنعمله. عايز أعرف إزاي أكون مفيدة لبلدي؟ أول حاجة علشان نكون مفيدين لبلدنا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يبقى عملية التغيير لابد إنها تكون جوايا الأول، وبعد كده أبدأ أغير في اللي حواليا. يبقى أنا بطور من نفسي، بطور من مهاراتي، وبتعلم كل جديد، وبعد كده ببدأ أوصله للآخرين عن طريق إن أنا أكون إيه؟ قدوة. بشكر طبعاً السيد الرئيس وتطبيقه للاستراتيجية اللي بتقول إنه إحنا لازم نأكد على إن بناء الإنسان قبل بناء البنيان. فمن خلال مبادرة جيل جديد لقينا إن في تطبيق فعلي التأكيد على المهارات اللي إحنا لازم نطورها في الإنسان. النهاردة استقبلنا شباب جديد يمكن ما كانش معنا في المبادرة المرة اللي فاتت، والشباب بالمجموعة الأولانية رحبت بالمجموعة الثانية، وكل يوم بنزيد وكل يوم قلب على قلب من الشباب هنقدر إن شاء الله نكون مجتمع ناجح وراقي يحافظ على البلد. لما تشوف أوضاع الحزين يحمو يبنى اليوم الدين. تضمن الملتقى تكريم المتفوقين من أبناء المناطق الحضارية دراسيا من مختلف المراحل الدراسية. أجيال طلاب مصر جديدة بتقول دايما تحيا مصر. لما تشوف أوضاع الحزين يحمو يبنوا اليوم الدين. أنا مبسوط بمبادرة الجيل الجديد عشان هي بتعلمنا حاجات كتيرة بتدينا دفعة إن احنا نتفوق. لما تشوف أوضاع الحزين يحمو. وتأكيدا على نجاح مبادرة جيل جديد في غرس قيم التشارك والانضباط، وهو ما انعكس على سلوكياتهم وتعاونهم وقيمهم الإيجابية التي ظهرت خلال هذا الملتقى. اختتم الملتقى الرابع فعالياته الناجحة بحفل ترفيهي كبير وسط التقاط لصور تذكارية تخلد هذه اللحظة. بجد مبسوط باختتام الملتقى الرابع، وبجد فرحانين كلنا ان احنا جينا بورسعيد ونتعرف على حاجات جديدة في بلدنا. انا اول مرة ازور الاماكن دي وفخورة جدا بالاماكن دي. بشكر سيادة المدرس على كل المبادرات اللي عملها لنا، ويا رب تكون على طول. المتميزون ثقافيا وعلميا ورياضيا من المشاركين في الملتقى تم إضافتهم إلى لوحات شرف المتميزين الموجودة داخل المناطق الحضارية الجديدة لتخلد مشاركتهم في هذه الملتقيات التي يزداد الإقبال على المشاركة فيها يوما بعد آخر، في ضوء حرص الوزارة على التطوير المستمر لأنشطة الملتقى لبناء أجيال جديدة الانتماء للوطن شعارها وبناء قدراته هدفها.
تستمر مبادرة كلنا واحد جيل جديد في تقديم المزيد لشباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة لتعريفهم بالإنجازات الوطنية الموجودة على أرض مصر، وكذلك الإرث الحضاري الذي تزخر به. وبورسعيد لديها كثير من المشاريع والإنجازات التي تعرف عليها شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة، وهناك المزيد الذي سوف تقدمه مبادرة جيل جديد لشباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة خلال الأشهر والأيام القادمة. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.
صحيح مساكين اهلا بحضراتكم. احنا في سهره غنائيه خاصه، هذه السهره في ظل النكد اللي احنا فيه وتوترات المنطقه، بنبقى محتاجين احيانا نرفع عن نفسنا ونفك ونسمع صوت حلو. الصوت اللي معانا النهارده مبنى هشام بنت المنصوله. انا هفتح فرع هنا للدقهليه عشان بيجي لي حبايبي كتير من الدقهليه، ومرنا هشام ظهرت لاول مره قدامنا، شفناها في عرب ايدل اعتقد كان سنه 2013، مش كده يا مرنا؟ مظبوط. وشفنا ونانسي عجرم بتعيط وبتبكي علشان مش قادره تفكر، عايزاها وعايزه تفكر لما سمعتها بتغني. مرنا هشام ظهرت واختفت، ظهرت واختفت، وها هي تظهر الان. وعايز اقول لكم الظهور ده مرتبط بحاجه دايما بالنادي بيها هنا، وهي ان يكون هناك رعاه للمواهب. لازم كل موهبه في البلد دي تلاقي اللي بيطبطب عليها وبيوفر لها مناخ مناسب وبيوفر لها امكانيات علشان تحافظ على صوتها وتطور نفسها وتدرس. عندنا النهارده الراعي الرسمي لميرنا المهندس علي ابراهيم، رئيس مجلس اداره شركه كي ميديا، اللي مهتم بهذه الموهبه وبيرعاها. فاحنا بنحييه وهنحيي كل شخص يشوف موهبه يحاول يتبناها قبل ما تكتئب او تزعل. أيوة. او يطلع عليها اشاعات انها حاولت تنتحر او اي حاجه. اهلا وسهلا يا مرنا. اهلا اهلا. قبل اي حاجه لازم ارحب بالفرقه الموسيقيه طبعا اللي مشرفينا، بشكركم جدا. يعني الاسماء اللي عندي درامز الاستاذ سامح شعبان هو قائد الفرقه، اهلا وسهلا استاذ سامح. جيتار الاستاذ محمد العشري والاستاذ عمر احمد او الفنان، عشان كلكم فنانين. اما الناي اللي هيديني الناي الازرق اللي معاه ده بعد الحلقه معاك انت، يبقى انت اللي هتديهولي. الاستاذ مودي، الاستاذ نواره، يا استاذ نواره لازم معاه ناي غريب كده، طلعوا للساده المشاهدين بس يشوفوا انا ليه كنت عايزه. ايوه اعمل بيه الحركات بقى. لا استنى، لا انا مش عايزه لعبه، انت كنت بتعمل بيه صوت بجد لو سمحت. فرجني. هتدهوني باللعبه دي، انا حاسس انك بتسلك حوض مش بت... وانا كمان على الاورج الاستاذ محمد حداد، اهلا وسهلا. الاورج كمان الاستاذ اشرف شراويلو، اهلا وسهلا استاذ اشرف. كورال تقى، اهلا يا تقى. عمر ابانوب، اهلا وسهلا. طبلة الاستاذ مصطفى. دف الاستاذ عمر، اهلا وسهلا. خلصنا الترحيب؟ خلصنا الترحيب. تعالي لي هنا بقى. مالك؟ مالي؟ مالك؟ أنا كويس. قولي لي الإنسان مننا لما بيجي، يعني أنا فاكر لما جيت في الثمانينات القاهرة وأنا لسه طالب، تذكرت مقولة الشاعر أحمد عبد المعطي حجاز الشاعر الكبير، أن القاهرة مدينة بلا قلب. الغرباء اللي زينا الريفيين. أيوه. أنت مش ريفية، أنت بنت المدينة يعني. لكن لما بيجوا القاهرة بتواجههم أزمات وصدمات كتير.
ايه اللي صدمك في القاهره؟ تهزيتي قد ايه؟ هو موضوع صعب اصلا، يعني المشوار نفسه يعني طبعا مش بس سهل. لا انا عايز اعرف الاول، بنت جايه من المنصوره اهلها عايشين هناك، جايه هنا بتجري ورا حلم، ظهرت في برنامج عربي كبير، مظبوط، اتعرفت وجت القاهره فعلا. جيتي من كام سنه؟ من حوالي 9 سنين بعد قرب ايدل على طول. يعني جيت سنة 14 مثلا. بقى لنا 10 سنين. مظبوط. جيتي في السن ده وراكي كنت عايزه ايه؟ بتجري ورا هو انا جيت على المعهد اصلا. دخلت المعهد سنتين. بس يعني بعد كده حصل شوية حاجات فسبته يعني ومشيت. سبت المعهد؟ سبت ومشيت. ايه شوية الحاجات دول؟ ما اعرفش، ما يعني ما ارتحتش بصراحة. ليه؟ ما انا مش هفوتك حاجة على فكرة، يعني ركزي معايا كده. لا ما احنا انا شخصية بتتأثر بسهولة جدا جدا جدا، يعني نفسيا ممكن لو حد قال لي أي حاجة تغيرها فعلا بتضايق. فحصل فعلا مشكلة مع دكتور هناك، فأنا فعلا سبت المعهد، أنا عملت ده. وبعدين؟ أنا عارفة إن هو حاجة غريبة قوي، صح؟ طبعا ضعف. لا انا كده انا عارفه والله. بس برضو كنت لسه صغيره، اصل الكلام ده انا عندي كام سنه؟ 15 سنه. سبت المعهد ورحت عملت ايه؟ ولا حاجه، انا دخلت بقى جامعه عاديه عادي، خلصت ثانويه عامه ودخلت جامعه عاديه في المنصوره. في المنصوره؟ يعني خدت الاربع سنين كده ايه ورا بعض على طول. درس ايه؟ اداب علم اجتماع. اداب علم اجتماع. كنت عايشه هنا مع مين؟ مش مع حد. لوحدك؟ دي معاناة تانية انك تانية ترجع تعيش في ماما وبابا اخواتك، حد يطبطب عليك، حد يقول لك انشافي كده واجمادي. ايه اللي دخلك في اكتئاب؟ انا ما اعرفش، يعني كان في شويه حاجات في الشغل مثلا كانت المفروض ان هي تحصل وما حصلتش، فانا يعني اكتئبت شويه. قفلت الباب؟ يعني شويه نفسيا. لا شوية كتير. حسيت ان انا ارهقت. ده طلعوا عليكي شائعات وقالوا انا مش حاولت الانتحار. انتحرت. نطيت من فوق الكنبه. طبعا اكيد ما وصلتيش للنقطه دي. لا لا اعوذ بالله. لا اللي عارفني كويس قوي عارف ان انا فعلا عمري ما عملت حاجه زي كده. طبعا لان ده قمه الضعف. لا 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 خالص. مفيش حد هينجح الا لما يواجه صعوبات. لا لا خالص. هينجح ازاي؟ ايه الفرق بينه وبين اي حد يعني؟ فانت واجهت صعوبات، ايه صعوبات الوسط الفني عشان صوت حلو طالع بيتمرن بيجهز و يلاقي نفسه تايه؟ ما هم كتير اصواتهم كتير جدا. عملوا ايه؟ بنروح الموسيقى العربيه، بنروح الاوبرا، نسمع اصوات تحفه، لكن اللي على السطح عدد قليل قوي. فاللي يشق طريقه ده بيصطدم بايه؟ بيصطدم ده عالم احنا مش عارفينه يعني. بيصطدم انه اصلا مفيش يعني مفيش منتجين بعدد كافي، ده اولا. ثانيا مفيش حد عايز يبدا مع حد من البدايه. طيب انت قليل جدا، ما انت اتوجدت في زمن مختلف، عندك السوشيال ميديا. يعني بتعجبني ياسمين علي قوي لما بتقعد تدندن مع نفسها وبتنزل على السوشيال ميديا. وياسمين صوتها جميل طبعا، وبقى لها اسم، نجحت انها تحافظ على نفسها وتصنع نفسها. مظبوط. وشخصيه محترمه جدا. انت ليه ما استغلتيش الميديا علشان الناس تسمعك مره واثنين وثلاثه وعشره وتقعي وتقفي وكده؟ لا بالعكس، استغليت وبعمل فيديوهات كتير جدا، بس يعني ما فيش الفيديو اللي بيطرقع كده مش موجود لسه. مش عارفه الطرقعه، مش عارفه ليه. كل شيء في وقته، وانا مقتنعه ان كده يعني، ان كل شيء فعلا في وقته. حاطه قدامك ايه؟ يعني ايه الهدف؟ راح فين؟ اوه كده هتطلع للسقف. فوق قوي. فوق عند ربنا. لسه قدامك العمر طويل. ربنا يخليك يا رب. لا يعني الانسان بيبقى قدامه خطه، بيبقى عنده حلم. انا فاهم. انت عايزه تكوني مين؟ انا عايزه اكون رقم واحد في مصر اصلا. رقم يعني واحد في الغنى؟ ده طموحي. طبعا. طبعا. شايفه ان امكانياتك تؤهلك لده؟ طب هتاخدي مكان مين؟ مين رقم لا واحد؟ لا 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 ما باخدش مكان حد، كل شخص ليه مكانه. مين رقم واحد في مصر دلوقتي لما بتشوفيه بتقولي الفنانه دي او الصوت ده رقم واحد في مصر؟ بصراحة وما تخبيش وقولي اللي في قلبك. قولي اللي في قلبك. أيوة. شيرين. شيرين طبعا. طبعا بتحبي شيرين جدا. طيب. انا كده الحوار هيبقى رايح جاي يعني، هوديك وديك. ماشي تمام. اوكي نغني ايه؟ نغني ايه؟ دندنة. 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 يلا ندندن. يلا نسمع الفنانة الكبيرة وردة الجزائرية ودندنة من مرنا هشام. Thank you.
طلبات ناس قاعده تقول لي لا يقولوا انك بتغني ياما القمر على الباب حلوه قوي يلا. فتبقى بعد ورده فايز احمد كده نبقى عملنا ميكس وبعدين تيجي استلمك انا هنا تمام يلا Thank you.
منور انا دينه يما ارد الباب ولا انا بقى. شايفه الاغاني جميله وشايفه الكلمات طبعا زمن جميل. صعوبه في اختيار كلماتك دلوقتي؟ لا بالعكس والله في كلمات بالعكس. طبعا 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 في كل جيل ليه فنه طبعا. اصل انا اسف ان هقطعك. لا تمام. بس هو حدث يستحق المقاطعه. تمام. يعني في نجم كبير قوي بقالي فتره قاعد ادور عليه، عايز اسمع صوته بس. وحشنا جدا وكلنا يوم 14 رايحين عشان نسمعه كمان. الفنان الكبير الجميل صاحب الصوت الشجي الاستاذ محمد الحلو. يا اهلا وسهلا يا استاذ. ايوه يا مساء الورد والجمال كله. حبيبي حبيبي يا خير. احنا قاعدين نناديك من زمان عايزين نسمع صوتك وحشتنا. ما جاش ظروف يا حبيبي معلش. سلامتك يا حبيبي. انا عايز اقول لك احنا واقفين من دلوقتي قدام الاوبرا مستنيين يوم 14 100 سنة غنى إن شاء الله. كانت من أكتر الأخبار اللي أسعدتني مع الأستاذ علي وهو عندي هنا لما قال الخبر إنك نجم الحفلة وضيف الشرف في ليلة عبد الوهاب. بإذن الله. بإذن الله. قول لنا هتعمل إيه في الليلة دي أولا؟ أنا هغني غنوة واحدة بس لأن علي ده حبيب عمري يعني. أنا عارف طبعا. ومشوار كبير مع بعض يعني من وإحنا عندنا 19 سنة أنا وعلي مع بعض يعني. فأنا رايح لعلي هغني طب. هو عامل حفلة لعبد الوهاب. أيوة. الأستاذ عبد الوهاب يعني. أنا هغني غنوة بس لا مش أنا اللي أبكي كضيف شرف مع الأستاذ علي. طب أنت وحشنا، أنت ليه غايب عننا؟ الناس بتسأل عليك، وحشنا صوتك وحشنا وجودك. معلش حبيبي أنت عارف انت كمان صاحبي من زمان. طبعا صاحبي من زمان. عمر العمر الجميل كله. ربنا يخليك يا حبيبي. انت كويس؟ انا كان عندي مشكله بس في رجلي يعني في التصلب شرايين ده، والحمد لله دلوقتي الحمد لله. الحمد لله. زي مليون سلامه ليك. الله يسلمك. سمعت صوت ميرنا؟ جميل. ربنا يخليك. شرف ليا والله. اصل دي شهاده منك دي تاخدها، هي دي الحلقه خلاص يعني. هتقول الاستاذ محمد الحلو قال على صوتي جميل. شرف ليا. صوتها جميل والابيليتي بتاعها حلو يعني. ساعات تلاقي مشاكل كده في مطربات بيبقوا بيغنوا حلو بس القبول بتاع الناس ده مش قوي. فتلاقي عندها ضعف في حته. ايوه اتفضل. ميرنا عندها الاثنين بسم الله ما شاء الله يعني. شكلها كويس على المسرح. ضحكتها جميلة. صوتها جميل. هي ناقصها حاجة واحدة بقى. انا ابوها بقى بيقولها لها.
تعتبرني ابوها وانا بقولها لها. اتفضل. النفس. اتمرني نفس. ها؟ تتعلمه ازاي يا استاذ؟ تتعلمه ازاي؟ رياضة. رياضة. الرياضة ما فيهاش حاجة. طب والحفظ؟ ممكن على البيانو تعمل فوكاليس، ده هيخلي صوتها، لان هي عندها الامكانيات الاولية موجودة. شوية بقى ايه اتقان كده تبقى حاجة جامدة جدا جدا، وهتبقى في مطربة كبيرة قوي في مصر. وهي عايزة تبقى الاولى، هتبقي الاولى يا مرنا ان شاء الله. يا ان شاء الله شرف ليا. تنصح اولادك المواهب الشابة دي اللي بيبصوا لكم انتوا التاريخ والجمال والابداع، تنصحهم بايه علشان يأدوا كويس، يحفظوا كويس اللغة والمخارج والاداء، يعملوا ايه، يروحوا فين، يتعلموا فين؟ هي مش دي المشكلة، المشكلة اكبر من كده. اتفضل. مصر ولادة. ايوه. ومليانة اصوات جميلة، وديك انت مثلا جايب منها لانها فيها حاجة. ايوه عندها حاجة، ده صحيح. طبعا. المهم الولاد دول بقى كلهم يروحوا فين؟ ايه المكان اللي يقصدوه عشان ينتشروا والناس تشوفهم بجد؟ وانا من خلال برنامجك يعني بقول للدولة ان يبقى ليها يد كبيرة في اظهار المواهب دي. نعم. بجد من غير كده مش هيحصل حاجة، والولاد دول هيعدوا كده عادي. عشان احنا في وقت دلوقتي غير وقتنا احنا. ايوه. دلوقتي اللي بيعمل على التيك توك ولا بيعمل على مش عارف ايه ولا على ايه بيضيعوا المواهب دي. صحيح. بياخدوا النظر يضيعوا المواهب اللي بجد. فلازم الدولة، ودي اللي يعني القوة الناعمة، لازم يهتموا بيهم بجد. ده نصيحة مهمة جدا، ويا رب الرسالة توصل لصاحب الأمر في هذا المجال يعني. يا رب. أستاذنا الكبير أنا مش عايز أجهدك، أنا يعني هستناك يوم 14، بقول لك أروح أبات من دلوقتي عشان أستمتع بيك، وإن شاء الله نلتقي قريبا جدا. إن شاء الله يا حبيبي. بإذن الله. تسلم يا حبيبي. بشكر الفنان الكبير والنجم صاحب الصوت الشجي محمد الحلو. طبعا. ده انت محظوظة جدا. ايوه. عايز اقول لك معايا علي الحجار وقاعدين نتكلم مش عارف اوصل له. انا محظوظة معلش. وانه يطل علينا وهتاخد نصايحه دي. اكيد طبعا. صح؟ صح. طبعا. طيب. لو كنت ولد. كنت تحبي تبقي ايه؟ لو كنت ولد كنت احب ابقى ايه؟ انت افتكرت رحله للاغنيه؟ مطرب برضه. كنت هتبقى مطرب. الحياه بالنسبه او الطريق بالنسبه للمطرب اسهل من المطربه؟ لا هما الاثنين صعبين. بيقولوا ان المطربه لما بتبقى بنت وحلوه وبتاع الدنيا بتتفتح، لكن احنا رجاله خلفير بيطلع عيننا، الكلام ده صحيح؟ لا 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 مش صح خالص. هو دايما الطريق الكده ده قوي ده هو صعب. امتى قلتي انا ما كنتش طلعت ولد وخلصت؟ لا مش فيش. عمرك ما قلتيها ولا حتى في البيت لما بيفرقوا بينك وبين اخوكي؟ لا 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 خالص. ما عندكيش الكلام؟ لا لا الحمد لله ان انا بنت عادي. مبسوطه جدا. مبسوطه. غنيت انت اغنيه اسمها انا لو ولد. اي صح. ده كان بكلمات الشعر الكبير طبعا بهايدين محمد. طبعا. والحان مديان كمان. طبعا. انت اشتغلتي مع اسماء كبيره الحمد لله، وغنيتي اخيرا مع هيثم شاكر. صحيح. شفت دي انتاج كي ميديا. مظبوط. كي ميديا هي اللي انتجت هذه الاغنيه. حسيتي لقيتي نفسك فيها؟ طبعا. طبعا طبعا. اصلا العمل كله من اوله لاخره حاجه اضافه ليا بجد والله. انت حاسه انك حطيت رجلك على طريق صح؟ طبعا حطيت التنهيده دي وتقولي طبعا. بس هو صعب. هو انا بقى التنهيده دي عشان صعب. انت لسه عيله. انا اسف يعني. انا عارفه. ما هو 25 26 سنه وبتتنهدي. لازم تطلع، لازم البوستر بتاع بس والله العظيم فعلا احنا تعبانين كده، لان احنا جيلنا فعلا كل حاجه صعبه بجد. امال احنا ما بنشوفش كده ليه؟ احنا كنا بنفحط في الصخر يا بنتي. ما اعرفش احنا احنا كان على ايامنا اكبر حاجه اتوبيس وبنركب من الشباك. والله العظيم يعني فكره اتوبيس فاخر ومكيف دي ده خيال اساسا.
والله انا شايف ان كل حاجه في جيلنا صعبه بصراحه، مش عارف. انا شايف ان عندكم ادوات اكتر تقدروا تعبروا عن نفسكم من خلالها، واللي عنده حاجه بجد هيعرف يوصلها للناس. بس هياخد وقت برضو طبعا، يعني كل شيء بياخد وقته. بس صعب صدقني. صعب. صعبه. ايه اكتر الاغاني اللي انت بتحبيها بجد؟ اعمالي انا يعني ولا عموما؟ لا مش هقول لك هتقولي لي كلهم. طبعًا اولادي. عندك 3 4 اغاني تقولي كلهم اولادي؟ لا لسه بدري على السؤال ده. لا ايه اللي بتحبي تسمعي؟ مين انت تتسلطني تتعلمي؟ ما انا بحب حليم قوي. حليم طبعا، وبحب انا بحبهم كلهم صراحه، كل الناس القديمه دي، ام كلثوم ونجات وورده وصباح، كله انا كله. طب ومن الجديد غير شيرين تسمعي مين؟ يعني بتحبي تروحي حفله مثلا لعمرو دياب؟ طبعا، وصابر الرباعي. صابر الرباعي ايوه. تعلم انت بتحبي الطرب القديم اكتر؟ اللي متربيه عليه اساسا. يعني انا متربيه على الاغاني ده. احنا اصلا اساسا احنا عيله فنيه بجد. طبعا، يعني انا بابا اصلا كان بيغني. ايه ده؟ والله باباكي كان بيغني زمان؟ صحيح. كان في فرقه كبيره في المنصوره، هي فرقه كانت معروفه اصلا، ما كانش في غيرها. بس هو طبعا ما كملش، وطبعا برضو اختي كان بتغني وكده، فكلنا اتجوزت وقعدت في بالظبط. طب كويس بالظبط. انا اللي ما شاء الله بقى. طب طالما قلت عبد الحليم، ايه رايك ناخد ميدلي كده عبد الحليم؟ يلا طبعا اكيد. يلا بينا. يلا بينا. يلا.
اشتقت إليك فعلمني ألا أشتاق، علمني كيف أقص جذورها وكمن الأعمار، علمني كيف تموت الدمعة في الأحزان، علمني كيف أموت الحب وتنتحر الأشواق.
ايه ده؟ عبد الحليم بيعمل تجليات. جميل. انت عمري غنيتي في فنادق، في ملاهي ليليه، في حاجات؟ لا 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 خالص. ملاهي لا. طيب لا فنادق؟ لا لا لا. ليه ده؟ انا بسمع اصوات حلوه قوي في فنادق. اه فنادق لا برضو، بس انا الاول خالص زمان بقى كنت في قصر الثقافه بقى. في المنصوره. في المنصوره. يعني من كان بدات كده. سته ابتدائي مثلا. لكن ما غنيتيش ابدا، ما جالكيش عروض؟ لا جالي بصراحه. جالي. بس انا اللي برفض. مش عايزه اتوه في الحته دي، الحته دي بتتوه قوي، فبيبقى شغلي الاساسي الرئيسي. انت كده بتجاوب على سؤالي. احيانا يعني كنت معزوم في عشاء قريب في احد الفنادق، سمعت صوت حلو قوي وعجبها هنا الناس تسمعه، صوت حلو بجد. واستغربت ليه دي تبقى حاصره نفسها في الفنادق، بس طبعا. واضح ان هي الدايره بتاخد. مظبوط جدا. الانفاق على الغنى او على الموهبه مكلف، يعني ما لقيتيش حد يساعدك مش هتقدر. طبعا طبعا لازم. لوحدي صعب، انا جربت لوحدي. ايوه بس فعلا صعب، يعني ارهقت جدا. انا سالتك بتسمعي مين فقلت لي شيرين، يعني لو حطيت شيرين وانغام هتبقى شيرين. لا الاثنين ليه بقى كده؟ الاثنين حلوين. لا انا بتكلم في السماء، عايز خيار واحد. شيرين. شيرين بقى قوي بصراحه. طيب شيرين ولا مي فاروق؟ شيرين. ايه رايك في صوت مي فاروق؟ طبعا جبار جدا. صوت عبقري. طبعا طبعا. طيب امال ماهر ولا انغام؟ انغام. انت بتحبي تسمعي انغام؟ طب امال ماهر ولا مي فاروق؟ الاثنين سكه واحده قوي اصلا. يعني الاثنين سكه واحده قوي. مي فاروق. مش هسألك السؤال المحرج، وهسألك عن حماقي وتامر حسني. ايوه يا لهوي. انت كنت تسألني اكيد المحرج ده عمرو دياب ولا تامر حسني؟ لا لا مش هسألك عن عمرو دياب، لان انا شايف ان عمرو في حته. طبعا طبعا. يعني عمرو نجح انه يعمل نفسه حته تختلف. طبعا طبعا. تتفق على فكره هو كل حد. وبعدين انا بقرب الاجيال، يعني عمرو اكبر من الجيل ده من طبعًا. حماقي وزي منير بالظبط، ما اقدرش احط الكينج في حته يعني مع حد، لان هما كل حد فيهم فعلا ليه مكانه. الحلو لوحده وعلي الحجار لوحده، في اسماء كده بتفضل لوحدها طول الوقت. مظبوط. ما ينفعش معاها حد يعني. انا مش عارفه اختار الصراحه من تامر وحماقي. لان فعلا كل حد في حته بجد. كل حد في حته طبعا. طيب انا ما عنديش اسئله تاني. عندي طلبين. ايه بقى؟ ناس عايزه تسمع العظيمه نجاة. طبعا. انا بستناك. طبعا. لان نجاة صوت بيلمس القلب على طول. الاغنيه الثانيه هقولها لك وانت هناك، وبعدين اجي اشكرك وانت هناك ونختم الحلقه مع بعض. ماشي طبعا اكيد. بس قبل ما نختم وكده، انا حابه برضو اتكلم عن كيميديا، شركتي دلوقتي حاليا. انا يعني ما بعتبرهاش فعلا شركه، ما بعتبرش شركه كيميديا اللي انا فيها دلوقتي بجد شركه خالص يعني. لان هو المنتج يعني مهندس علي ابراهيم، فعلا ابويا الروحي بجد ما شاء الله. فده الحمد لله. انا شايفه يعني هو والمدام معاكي. جدا. لا 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 لو بجد. بنتهم فيبقى الاهتمام ما هو الشغل، لا ده محبه. صحيح. وده حلو قوي بجد يعني لما يكون فعلا. انت محتاجه هنا اب روحي. احنا محتاج. بجد. واخت. صحيح. تبقى اختك تطبطب عليك، ده احساس كويس. صح والله. مش كده؟ احنا عيله في بعض. انتوا عيله. مظبوط. والله هي نموذج رائع جدا. الحمد لله. لا مش هشكرها دلوقتي انا. انا هشكرها هناك. انا حر بلدياتي واحنا مع بعض. ماشي. يلا يلا بينا. We'll be right back.
انا بستناك، انا 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 بستناك، انا 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 بستناك، وليل الشمع سهرانة في ليلة حب، انا بستناك. Oh,
الاصوات اللي بتعشقيها نجت، لان غنيتيها باحساس صحيح جامد قوي، ففرقت في كله ان نجات كانت حاضره جواكي. شكرا. هنختم بالحلوه بلادي طبعا. مفيش احلى من مفيش احلى من مصر طبعا. وبعدين انا هاجي لك بعد شويه قدام. تمام، يلا بينا. شكرا. انا حاجه اعمل دويتو.